وانت مين بقى؟ انا المصري يا اسرائيل. مين؟ مصري؟ اهلا بيك. وانت بقى مش اهلا بيك. هو انت بقى مزعل فلسطين جارتنا ليه؟ انا مش مزعلها ولا حاجة، انا بحاول اخد حقي. حق مين يا ابو حق؟ هو انتوا هتكذبوا الكذبة وتصدقوها؟ انت عارف فلسطين دي ليها كام اخ؟ عارف ليها 22، بس كل واحد في مكان وما بيسألوش فيها. تروح انت بقى تلاقيها فرصة بقى وتيجي عليها. بس انت بقى غشيم، لان احنا بقى بنتجمع وقت ما يكون في خطر على حد مننا ومن اخواتنا. عارف انا اسرائيل احنا ما بنخافش. عارف احنا لما بنكون زهقانين بنعملوا ايه؟ بنطلع السكاكين ونلعب مع بعض. يعني احنا بنتلكك على اي حاجة فيها عركة. تمام، وصلت يابا؟ بنخاف من موت بقى، ولا من صواريخ، ولا من قنابل نووية بتهددونا بيها. احنا اصلا عايزين نموت. بس احنا بقى هنموت على الحق وهنموت شهداء، لكن انتوا هتموتوا وفي الاخر هتتعذبوا في نار جهنم. قبل ما تعملوا بس اي حاجة فكروا الف مرة انتوا بتتعاملوا مع مين ووقفين مع مين. انتوا فاهمين؟ يا رب الرسالة تكون وصلت. احنا لا بنخاف ولا بنكش ولا بيهمنا اي حاجة. وكل ما هتضربوا في فلسطين كل ما فلسطين هتقوى اكتر، وهنحررها باذن الله وهترجع تاني حرة، وانتوا مش هيبقى لكم مكان. وخليك فاكر ان احنا وقت الجد ايد واحدة، وزي ما علمنا عليكم زمان هنعلم عليكم تاني وتالت. فاهم يالا؟ يا ريت بقى تبلغ الرسالة دي للي بعتينك. حاضر. وبدل انتوا اللي ابتديتوا ما تلوموش غير نفسكم بقى. وقول لهم ان احنا لما بنكون زهقانين بنطلع السكاكين ونعور في بعض. تخيل بقى هنعمل فيكم انتوا ايه. ماشي يا عفا. حموكشة، ايه اللي بتعمله ده؟ ايه بعرفه غلطه. عيب يا حموكشة، ما ينفعش يتعامل كده مع الضيوف. ايه ضيوف؟ ده ضيوف؟ ايوه، واكرام الضيف واجب. كمان عايز تكرميه؟ احلى كرم. ولا يا يوسف، احلى شبشب من عندك. ما تخافش يا حبيبي، ده انا هكرمك اخر كرم. بص والله الشبشب ده جديد، بس مش خسارة على قفاك. اقف عادل كده يا عم. اقف عادل يا عم. مش قالك اقف عادل؟ ما تقفش عادل ليه يا؟ دايما كده تجيبوا الكلام لنفسيكوا. سيبوني. طيب خلاص خلاص. ايه الضربتين دول وجعوك؟ والناس اللي بتموت دي مش وجعاك خالص؟ مش مقصرة فيك؟ ده احنا بنضربك بس، لكن مش بنموتك ولا بنموت عيالك. حسيت انت بوجع الام والاب وهم شايلين عيالهم ميتين في ايديهم؟ يا كفر اللي ما عندكوش ذمه ولا دين. انا ماليش ذنب. امال انت مالكش ذنب؟ ومش عارفه مين تاني مالوش ذنب. امال مين اللي ليه ذنب؟ الفلسطينيين بيخلصوا على نفسيهم. هرب ابن الجزمه، والله ما انا سايبه. خليك عندك، سيبه، هيجي له وقت. هو هيروح فين يعني؟ طالت ولا اسرت هنجيبه برضه. ما تقلقوش، قريب قوي كله هيتحاسب، وهنجيب بقى القديم والجديد. واللي ليه حق هياخده، مع اننا كلنا عارفين وانتوا كمان عارفين ان انتوا لا ليكوا حق ولا باطل. بس انتوا كذبتوا الكذبه وصدقتوها، وكمان خليتوا عيالكم يصدقوها. بس كله مكتوب في التاريخ بالورقة والقلم، ولو مش مكتوب مكتوب جوه دماغنا. العدل هينتصر مهما طال، والحق هيرجع لاصحابه. ومش احنا اللي قلنا كده؟ لا، ده مكتوب في القرآن. راجعوا كويس، مش انتوا برضو بتراجعوا الكتب بتاعتنا وبتتعلموا زي ما انتوا بتقولوا في القرآن بتاعنا وعارفين كل حاجة؟ طب اعرفوا بقى الحاجات دي، مهما طالت ولا اسرت العرب هينتصر في الاخر. وكل اللي بيقول انا مالي وبايدي ايه ما اقدرش اعمل حاجه، هيجي يوم ويقول انا هقدر وهعمل وانا معاكم. ده حتى في زمان هيجي والشجر هينطق ويقول يا عربي في يهودي ورايا، وهينتهي الظلم، الظلم والدم والحرب اللي انتوا عاملينها. يا رب الرساله تكون وصلت، وتعرفوا ان احنا ما بنخافش لا من موت ولا من اي حاجه، لان احنا مؤمنين بالله وعارفين ان احنا كلنا هنموت، فنموت شهداء احسن بكتير ما نموت عادي. فاهمين؟ يعني احنا ما بنخافش خالص، حتى الموت ما بنخافش منه. يعني يا راجل كبير ولا عيل صغير ولا ست ولا اي حد عندنا بيخاف من اي حاجه، وعندنا هنا الستات بألف راجل. يعني شوفوا انتوا قد ايه واحنا قد ايه، شوفوا انتوا تبقوا مين واحنا نبقى مين، احنا العرب يابا. خلص الكلام، بس لسه ما خلصش الافعال. وهيجي يوم هنتجمع وهنرجع، هنسكت شويه وهنصبر ونتكتك لحد ما يجي اليوم وهنضرب ضربتنا. نتقابل بقى في يوم الانتصار اللي هو قريب مش بعيد. مع السلامة. حموكشة بقولك ايه؟ نعم. في واحدة صاحبتي هي وجوزها هيجوا يقعدوا عندي كام يوم. ايه يقعدوا عندنا كام يوم؟ ليه يعني؟ عندهم مشاكل في الشقة بتاعتهم، هيقعدوا هنا شوية بس وبعدين هيرجعوا تاني. صاحبتك مين دي؟ صاحبتي اسرة. لا لا لا، مش كويسة الست دي. لا لا لا، استحيل انا ادخلها بيتي. لا بص بقولك ايه، قول لها اي حاجة.
يرحموكش الناس لبعضيها، دول شويه صغيرين وهيرجعوا بيتهم. ده كلام كلام بس بيتقال، ولا هترجع بيتها ولا نيلة، وهيعجبها الجو هنا وهتقعد وهتلبس، صدقيني واسمعي كلام. معلش بقى اهي شويه وخلاص، الناس لبعضيها برضو. الناس لبعضيها بس مش مع دي. يعني هتعمل ايه يعني؟ ده هي يومين وهتروح، ايه اللي هيحصل يعني؟ خليكي فاكره ان انا قلتلك بلاش. خلاص بقى يا حموكشة، هما يومين. ماشي يا ستي براحتك، قلبك الطيب ده ونيتك الكويسة هي اللي هتوديكي في داهية. معلش برضو اهو كله لله. ماشي يا ستي. نورتي يا حبيبتي، اتفضلي. ده نورك يا تنكة هانم، البيت هنا كبير قوي وحلو قوي. وكمان مميز. يا حبيبتي كبير ويسعنا لحد ما تخلصوا المشاكل اللي في بيتكم براحتكم. ايوه طبعا. بس هو انتوا جايبين شنط كتيرة كده ليه؟ هو انتوا ناويين تقعدوا العمر كله؟ قصدي لا، بس احنا بنحتاج هدوم كتير وحاجات كتير. اتفضلوا. انا نضفتلك اوضه الاطفال. اوضه واحده بس؟ ممكن اوضه تانية عشان احنا بنحب ناخد راحتنا. ليه عايزين اوضتين ليه؟ كل واحد فيكم هيقعد في اوضه. ايوه يا استاذ حموكش، عشان كل واحد يبقى براحته. شفت يا ست هانم، من اول اهو طمع في اوضتين، بكره ياخدوا الشقه كلها. لا 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 مش هيحصل الكلام ده. والله انت غلبانه. طيب احنا هنروح بقى نستريح شويه، يكون الغدا جهز. شفتي، وكمان عايزين نستريح وانت تروحي تعملي لهم الغدا والعشاء بقى. اشربي بقى يا اخويا. ماشي، ضيوف بعد شهر. يا اسرى اسرى. ايوه يا تنكهان. هو يا اختي ايه الخط اللي انت عاملاه ده؟ دي الحدود بتاعتكم، عشان ما تعدوش الحدود بتاعتنا، عشان كل واحد يبقى براحته كده. انا قسمت الشقه بالنص. ليه يعني يا حبيبتي عملت كده؟ انت كلها يومين ومروحه، ليه بتقسم الشقه؟ لا ما احنا هنقعد معاكم اكتر. الشقه بتاعتنا لسه فيها مشاكل، ويمكن ما نعرفش نرجع الايام دي خالص، فعشان كده احسن ان كل واحد يبقى براحته. ماشي يا ستي، لو هيريحك كده ماشي. ماشي ايه؟ انت بتقسمي الشقه بتاعتنا ليه؟ وانت بتتحكمي فيها ليه؟ انت جايه هنا ضيفه. لا انا مش ضيفه، انا صاحبه بيت. ايوه طبعا يا حبيبتي، انت حبيبتي. طيب قولي لجوزك ان انا هنا مش ضيفه، واعمل اللي انا عايزاه براحتي. عاجبك كده يا ست هانم؟ اخدت نص الشقه. يا اخويا يعني هي هتاخدها على طول؟ ده هي شويه بس عشان تحسي كده انها براحتها يعني، وبعدين هتمشي. هتمشي وبيقابليني بعد 6 شهور. انت يا استاذه اللي جوه، انت والمدام بتاعتك. نعم يا حبيبي. بتزعق كده ليه؟ الهدوم بتاعتنا وحاجتنا كلها مش موجوده، راحت فين؟ حطيت لكم هدومكم وحاجتكم في الشنط. وانت حطيت حاجتنا في الشنط ليه؟ علشان تاخدوا هدومكم وتطلعوا بره. نعم، نطلع بره فين؟ دي شقتنا يابا، انت عبيط. خلاص ما بقتش شقتكم، بقت شقتنا احنا. والله وده بأمارة ايه ان شاء الله؟ بأمارة ان احنا الاقوى، مش هتقدروا تطلعونا من هنا، وانتوا اللي هتطلعوا. اخسى عليكي، وانا اللي عملتك صاحبتي ودخلتك بيتي، ويعني واديتك كمان نص الشقه تعملي اللي انت عايزاه براحتك، في الاخر بتطلعي لي هدومي بره وتكرشيني بره بيتي؟ محدش قالك تساعديني وتعملي كده. انا غلطانه ان انا ساعدتك؟ لا بقول لك ايه، انت مش قدي، انت اللي مش قدي يا حبيبي. يا لهوي، وكمان بتضربوا جوزي؟ نزل رجلك دي، انت مش قدي قلت لك. يلا اطلع بره احسن ما اجيب لك اهلي يقطعوك. يلا يا حبيبتي انت وجوزك مع السلامه. اقصى عليكم، ناس ما عندكوش ذمه ولا دين ولا اصل. اطلعوا بره. كفك يا حبيبي، ضحكنا عليهم. ما يقدروش علينا ابدا. طب افرض جابوا اخواتهم؟ اخواتهم مش هيرضوا يجوا. اطمني يا حبيبتي، محدش هيقدر علينا. عاجبك كده؟ مش قلتلك بلاش؟ ادينا بقينا في الشارع. والله يا حموكش يا ريتني سمعت كلامك. الناس دول مالهمش كلمه ولا عهد ولا مله. بس احنا مش هنسكت، احنا لازم نروح نقول لاهلنا واخواتنا. هيعملوا ايه يعني اخواتنا؟ هيقفوا جنبنا ويساعدونا لحد ما نرجع شقتنا. محدش هيساعدنا، وهيقولوا انتوا الغلطانين. بس لا، في الاخر احنا اخوات، ويستحيل هيسيبونا كده. انت بيتهيألك. لا ما بيتهيأليش، وهتشوف. يستحيل هيرضوا باللي انا فيه، ده احنا اتكرشنا من بيتنا وكمان اتضربنا. وانت عارف ان احنا اخواتنا كتير ما شاء الله. اخواتنا كتير ايوه، ولو اتجمعنا مع بعض محدش هيقدر علينا، بس احنا دايما متفرقين. طب هروح لاخويا اللي قريب مني ده، اللي قريب مني ده حبيبي وعلى طول بيساعدني. ايوه ممكن يساعدك، بس هيبقى لوحده، هيعمل ايه ولا ايه؟ اخويا ده صحيح لوحده، بس ما شاء الله عليه عنده قوه وكفايه قوه ايمانه، وعمره ما شافني بدقيقه وتخلى عني. وانا واثقه لما اخواتنا التانيين يشوفوه واقف جنبي اكيد هيجوا جري ويساعدوني. مش كده ولا ايه؟ هو الاخ ينفع يسيب اخته؟ وانا مش اي اخت، ده انا اختكم اللي انتوا كلكم بتحبوها. لما مراتك تنزل فيديو عن اللي ما يتسموش. حموكشة انا خايفه. خايفه ليه؟ اصل انا نزلت فيديو عن جيراننا الناس الطيبين، واللي بيعملوا فيهم الناس التانيين الوحشين، وانا خايفه يعرفوا ويجي ياخدوني ويعذبوني. انت هبله ولا ايه؟ لا حموكشة انا خايفه، هياخدوني ويصلبوني. يفضلوا يشدوا فيا كده وكده. لا لا حموني، سيبوني. انت اتجننتي يا وليه؟ احد هو الفيديو ده عن قريش؟ اسخم اسخم منهم. خلاص يا ستي روحي امسحي الفيديو وخلصيني. نعم، امسح الفيديو ايه يا بابا؟ لا وانت فاكرني مش وطنية؟
ابدا، انا ما بخافش ابدا. قال ايه؟ امسح الفيديو. قال ليه؟ شايفني جبانه ولا ايه؟ احد احد الولاد جننت. المشكله دلوقتي ان بقت كل الناس بتتكلم في حاجات ما تعرفهاش، وزي ما يكون كلهم دلوقتي بقى مثقفين وفاهمين وما شاء الله عليهم، بيقولوا حاجات ممكن تودي في داهيه، وكل الناس رامينها علينا وجايبينها فينا وعمالين يتكلموا علينا. لو احنا عندنا حدود، انتوا برضو ليكوا حدود، يعني انتوا برضو ممكن تدخلوا زي ما احنا ممكن ندخل، مش لازم احنا يعني. وفي ناس شغلتها انها تقعد تخبط البلاد في بعضها وتعمل عداوه وكراهيه بين الناس، وفي ناس احنا بنساعدهم ومش عاجبهم ويطلعوا يشتموا فينا ويتكلموا علينا ويقولوا علينا ان احنا مش لاقيين ناكل وان احنا احسن منكم وان احنا نستحيل نيجي عندكم وكلام كتير مش عارف ليه. طب احنا عملنا ايه؟ قولوا لنا على حاجه غلط احنا عملناها، وقولوا انتوا ايه الصح اللي عملتوه. على الاقل احنا ما بنطلعش نرمي بلانا على حد تاني ولا نعيب في حد تاني ولا نجيب اللي فينا في حد تاني ونطلع نفسنا ان احنا زي الفل والمشكله من عند الحد التاني ده. يعني احنا قاعدين في حالنا صعبان علينا اللي بيحصل، بنعيط بنتكلم بننزل، في ناس بيوتها اتخربت بسبب انها بتتكلم في الموضوع ده وبرضه لسه مكمله. شفت الحموكشة الست اللي كانت بتشتم علينا مع اننا احنا ما عملناش حاجه، وكانت من كام يوم بتقول الحقونا انتوا جيراننا ساعدونا، وفجاه كده بقدره قادر بقت بتشتم علينا وكمان بتطلع لايف عادي. ازاي انت هناك وفي حاجات بتحصل وحشه، وازاي انت بتطلعي لايف هنا وهنا وهنا وبتتكلمي وتقولي ان احنا مش لاقيين ناكل وعماله تتكلمي علينا كلام وحش؟ ليه يا حبيبتي؟ عملنا لك ايه؟ اهي الناس دي بقى يا حموكشه هي اللي بتحب تشوف الناس مولعه في بعض كده. الست دي وراها حاجه كده، وراها حاجه وحشه، هي عايزانا نكره بعض، الاخوات كده يكرهوا بعض مع اننا طول عمرنا بنحب بعض، مش عارفه ليه. ايوه فعلا عندك حق، الناس دي هي اللي بتولع وهي اللي بتعمل فتنه. يعني احنا عمرنا ما شتمنا حد ولا طلعنا عيبنا في حد ولا في ارض حد ولا في بيت حد ولا في اي حاجه، طول عمرنا محترمين، والناس كلها بتجينا من كل حته، كل اللي عنده مشكله بيجينا واحنا بناخده في حضننا وبنعمل معاه الواجب وبنكرمه وبنعامله احسن معامله، مع اننا لما بنروح عندهم ما بنشوفش نفس المعامله وبنشوف معامله تانية وحشه خالص، بس يلا كله عند ربنا. وفي اشاعه او حقيقه الله اعلم، لان الدنيا دلوقتي بقت مليانه اشاعات وما بقناش عارفين الحقيقه من الاشاعه. في ناس حبايبنا وجيراننا عايزين يرجعوا حبايبنا من عندهم من بيتهم، ليه مش عارف، مع ان احنا في بيتنا في حبايبهم برضو ممكن نرجعهولهم عادي، ما هي بقى بيتنا ده بيساعد كل، يبقى انتوا كمان لازم تستحملونا زي ما بنستحمل اللي عندنا، مش معقوله يعني ده احنا اخوات زي بعض. وفي واحد كان زمان ما بيحبش الكبير بتاعنا وبعدين طلع وقال انا معاه وبايده، وفجاه قال عليه ده جاسوس ده خاين مش عارف ليه، عمل لك ايه الراجل؟ ما هو شغال اهو بيعمل اللي عليه وشايل كل حاجه فوق دماغه صبح وليل وبيحارب هنا وهنا لوحده وبيحاول يعمل كل اللي يقدر عليه، كفايه بقى حرام عليكم وارحمونا وارحموه. وكفايه اشاعات وكلام كتير ملهوش لازمه ممكن يعمل مشاكل كتير، ابوس ايديكوا الدنيا مش مستحمله وولع لوحدها. يا ريت يطلع قرار باي حد يقول اشاعه مش مظبوطه يتحبس عشان نخلص من كل المنافقين والكذابين والناس اللي بيحبوا يعملوا مشاهدات على قفانا. وكفايه بقى وارحمونا وبطلوا كلام كتير وخلي الناس الكبيره تشوف شغلها، هم عارفين الصح من الغلط، بلاش كلمه تطلع منكم كده ولا كده تصرف وحش وتدمروا الدنيا، في بيوت ممكن تتخرب واطفال ممكن تتشرد، فاهميني؟ الدنيا مش مستحمله ابوس ايديكوا، حرام عليكوا كل كلمه هتقولوها هتتحاسبوا عليها. وبلاش كل من هب ودب ومش فاهم حاجه يطلع يشتم علينا ويتكلم علينا كلام وحش ويقول ان احنا مش لاقيين ناكله او ان احنا بتوع كلام او ان احنا ما عملناش حاجه وما بنساعدش حد وما بنعملش حاجه، كل واحد يشوف نفسه ويشوف اللي عنده بيعمل ايه قبل ما يتكلم، لان احنا بنعمل اللي علينا تمام؟ عشان لو حد شافك يا حبيبتي وانت بتقولي كده ويكون هو يا عيني طالع عينه عشان يقدر يساعدك، في الاخر يقول ايه ده؟ وانا بعمل كل ده وفي الاخر بتشتميني؟ طب ينقى انت عارفه بقى هيقول ايه وهيخرب والدنيا هتخرب والعداوه هتبقى ما بيننا وما بينكم وما بين الناس كلها، طب ليه؟ ما تلمي نفسك وخليكي في بيتك وشوفي اللي هيحصل في الاخر وما تتكلميش كلام كتير انت ما تعرفهوش ومش قده. واظن ان احنا اول بيت قدم المساعده، نشوف انت بقى المساعده اللي عندكم هتبقى ايه؟ واللي انتوا عايزينه ما يجيش يا حبيبتي بالشكل ده، مش عارفه في شارع هي، لا الموضوع كبير مش هينفع، مش رايحين نتعارك في الشارع اللي ورا، هات شوال العصايه هات طوبه هات خرطوم ولا حزام، لا يا ماما دي حكايه كبيره عايزه تفكير وتدبير، فاهمه؟ مش يلا الحقونا نطلع نجري وهب الدنيا تولع، افهمي بقى وركزي شويه. خلاص يا تنك هدي نفسك، اعصابي اتحرقت يا حموكشه والله، كل ما ادخل اي موقع الاقي كلام كتير ملوش لازمه وناس بتفتي وخلاص، اعصابي تعبت ما بقتش عارفه الصح من الغلط من الحقيقه من الاشاعه، دخلوا ولا ما دخلوش طلعوا ولا
كده في حتة ان قال ايه الكبير بتاعنا جاسوس وواقف مع مين؟ مع اخواننا البعدة. صدقي الكلام ده يا ربي. ربنا ينتقم منهم، ما هو الكبير بتاعنا ما بينامش وعمال يعمل اللي عليه ويروح هنا وهنا ويعمل قعدة عرب ويعمل كل حاجة، هيعمل ايه تاني ولا ايه؟ ارحموه شوية بقى. وفي الاخر مش عاجبهم وبيشتموا عليه ويتكلموا عليه وحش يا عيني. ايه ده، هيلحقها من اللي بره ولا من اللي جوه؟ واحد غيره بقى والناس كلها كانت قلب عليه وعايزينه يمشي ويسيب الحتة، كان قالك يلا بقى مش هم عايزين نمشي هولعها قبل ما امشي. بس هو ما عملش كده ولحد دلوقتي بيحاول ان هو يحمينا ويدافع عننا. ربنا يستره يا رب. يا ريت تعملوا حملة ضد الاشاعات عشان احنا تعبنا وما بقناش عارفين الصح من الغلط والاخبار الحقيقيه من المضروبه. الناس كلها بقت بتفتي والناس كلها بقت بتقول كلام واحنا خلاص والله تعبنا. يا ريت بجد تشوفوا الموضوع ده اخرته ايه، لان احنا في وقت خطر ما ينفعش فيه يتقال كلمه غلط. يا رب تكون الرساله وصلت وفهمتوا وتعقلوا شويه وتتقوا الله فينا وفيكوا وفي عيالكم، لان الخراب لما هيجي مش هيجي على بيت واحد، هيجي على البيوت كلها. ربنا يحميها وينصرها جارتنا ويحمينا ويقدرنا ان احنا نعدي المحنه. مالك يا تنكا في ايه من ساعه ما جيت وانت قاعده كده حزينه؟ ايه اللي حصل؟ اتفرجت على فيديوهات عن فلسطين واللي بيحصل فيها وشفت العيال الصغيرين وهما متبهدلين والستات والرجاله، مش قادره قلبي من ساعتها بيتقطع. والله عندك حق. هو انا يا حموكشه ممكن اعمل ايه اقدر اساعدهم بيه؟ انا مش مفيش في ايدي حاجه، قول لي على حاجه اقدر اعملها. احنا ممكن نتبرع لهم بالدم او ان احنا نشارك ونتبرع بفلوس تجيب لهم اكل عشان تقدر ان هم ياكلوا وياكلوا اطفالهم، بس كده مفيش حاجه تاني يعني؟ للاسف مفيش حاجه تاني. طب احنا ما ينفعش نروح معاهم ونساندهم؟ كل العرب يساندهم. يا ريت والله، بس في حاجات احنا ما نعرفهاش، في سياسه، في بلاد، في اتفاقات، في حاجات كتير احنا ما نعرفهاش برضه مهما يكون في ايه. بس دي بلد عربيه زينا ما ينفعش نقعد نتفرج عليها ابدا. طب الاطفال الصغيرين دول ذنبهم ايه؟ وحتى عشان نقدر نقول لهم امشوا سيبوا بلدكم وتعالوا واحنا نحميكم ونفديكم بعنينا برضه مش هينفع يسيبوا ارضهم. ايوه طبعا ما ينفعش يسيبوا ارضهم. ده انا يا حموكش لما اتصلوا بيا بالحضانه وقالوا لي البت كارما قاعده زعلانه ومتضايقه قلبي كان بيتقطع عليها وما استريحتش غير لما رحت جبتها. ما بالك بقى بالامهات اللي شايفه عيالها جنب منها بتتعذب وبتجوع ومش عارفين بعد ساعه ايه اللي هيحصل لهم، او هم هيبقوا موجودين ولا لا، او هيقدروا يحموهم ولا لا، او يقدروا حتى ياكلوهم. والله حالهم يصعب على الكافر. احنا مش لازم نقعد نتفرج كده، لازم نشوف اي طريقه ان احنا نقف جنبهم. بس احنا بس بايدينا ايه؟ لو كل واحد قال احنا بايدينا ايه محدش هيتحرك. لو كل واحد يقول انا هقدر التاني هيقول وانا كمان وهنبقى كلنا ايد واحده. ايوه صح، لو كلنا العرب حطينا ايدينا في ايدين بعض اكيد هنقدر نعدي الازمه دي ومش محدش هيقدر يقف قصادنا ابدا. ايوه لازم العرب يتحد، بس في ناس ليها شغل وليها مصالح بره وليها حاجات كتيره عشان كده بيخافوا حتى يتكلموا. ملعون ابو المصالح وابو الفلوس اللي تخلينا نشوف بلد زي كده عربيه قدامنا بتتبهدل وتتذل ونقعد نتفرج عليها واحنا خايفين على لقمه العيش ولا خايفين على فلوس ولا خايفين على اي حاجه. احنا العرب ما بنخافش، حتى لو الموت جانا هنقول له اهلا. احنا العرب لما اتولدنا رضعونا شرف وعزه وعرض وقالوا لنا بلدك يعني عرضك وشرفك يستحيل تسيبها، ووصونا على سابع جار وفلسطين دي جارتنا وجارت ناس كتيره قوي والعرب كله لازم يحط عينه عليها ونجيب حقها ونرجع القدس تاني عربيه. احنا احسن لنا واشرف لنا ان احنا نموت وندفن فيها ولا نشوف حاجه زي كده ونسكت. انا هروح فلسطين وان شاء الله اموت فيها. والعيال يا مجنونه، العيال هنا ليهم رب يحميهم والارض دي هتحميهم، مش قالوا ادخلوها امنين؟ مصر طول عمرها ارض الامان، حتى لو سبت عيالي في الشارع هرجع الاقيهم في امان. سيدنا نوح لما كان ماشي بالسفينه كل ما يعدي على بلد كانت تطلع له الملائكه اللي حمياها الا مصر، فسيدنا نوح استغرب وبعدين ربنا نزل عليه الوحي وقال له ان كل البلاد فيه ملائكه بتحميها لكن مصر انا اللي بحميها، يعني مش هخاف على عيالي وهم في مصر وربنا هو اللي حميها. قوم يا حموكشه يلا بينا. بس احنا هنروح نعمل ايه؟ ما احنا لو هنقدر نعمل حاجه تفيدهم كان ماشي، لكن احنا هنروح نعمل ايه؟ على الاقل نبقى جنبهم نعرفهم ان احنا معاكم وساعتها ممكن الناس كلها تتحرك ويمكن العرب يتحركوا ويحطوا ايديهم في ايدين بعض ونبص نلاقي نفسنا كلنا هناك. فلسطين تناديك من بعيد تهمس صوت الارض ينشد الحان المقاومه، على تلها ترقص الامل والنضال وفي قلوب ابنائها تتراقص الاحلام. فلسطين ارض الشهداء والابطال تحضن جثمانهم بكل فرح واعتزاز، ترعى وعودهم وتتغنى بتضحيتهم. فلسطين انت رمز العزه والصمود، في كل شبر من ترابك زهره المقاومه تنمو بقوه الاراده والاصاله، تقاوم الظلم وتناضل بكل شجاعه، وعلى شواطئك يغرد الحب والسلام وفي جبالك الخضراء يرقص الامل والحريه. فلسطين انت الجمال الخالد والعشق الابدي، نحن نحمل في قلوبنا عالمك ونغني لك بكل فخر. فلسطين قضيه العروبه والانسانيه، نحن
نحن هنا لننصرك ونوقف جبهة الظلم. نحن هنا لنرفع أصواتنا بكل قوة ووضوح. فلسطين ستبقى عربية وحرة في قلوبنا، أرض الفجر والشمس والأمل المشرق. أنت فلسطين تنادينا لنكون أبناء النضال، في قلوبنا ترن الأماني والأمل. فلسطين ستظل رمز للحرية والعدل. نحن معك يا فلسطين، أيد واحدة، قلم واحد. هيا يا أبطال لننصر الأرض العربية، أرض القدس، والقدس سيعود. أين أولادك يا صلاح الدين؟ أين أنت يا صلاح الدين لتنصر الأرض العربية وترجع فلسطين عربية حرة؟ كلنا لما تتعاركي مع جارتك اللي ما فيش حد في الأرض بيحبها، اللي ملهاش كلمة ولا عهد ولا أي حاجة، ما فيش حد طايقها حتى الناس اللي بتساعدها. جرايا حبيبتي، وانت نسيتي نفسك ولا ايه؟ وانت فاكرة لما ترمي عليا طوبة وتستخبي انا مش هعرفك؟ لا هعرفك وهجيبك لو كنت فين. خلي بالك احنا عارفين قوي الالعاب والحاجات بتاعتكو دي، فاهمة؟ وان شاء الله لما هنعرف وهنتأكد ان انت اللي عملتي كده هعلم عليكي زي ما علمت عليكي زمان يا حبيبتي، ولا نسيتي؟ قلتلك مش انا، هو اي حاجة تقع عندك يبقى انا اللي حدفتها؟ والله مش انتي، والمرة اللي فاتت برضو كنت غصب عنك وقلتي سوري انا اسفة، اترمت غصب عني وعديناها وقلنا ماشي. لكن تاني مرة دي بقى ايه، عملتي نفسك ان انتي مش انتي خالص، بقى مجهولة المصدر عشان احنا بقى انتوه ونلخبط في بعض. لا فوق يا حبيبتي، احنا حافظين ألعابكم دي كويس، العبوها على حد غيرنا. ده انت حتى جارتك اللي لازقه فيكي ما سلمتش منك ومن جرايمك السودا. اتقي ربنا يا شيخه وابعدي عننا بقى. لا ليكي كلمه ولا ليكي دين ولا ليكي اصل ولا فصل ولا ليكي اي حاجه. احنا بقى مين؟ انت عارفه احنا مين كويس قوي، والناس كلها عارفه احنا مين، وعيلتنا مين، وجدودنا مين، وعيالي مين. هاتي كرسي يا بنتي يا كارما، تعبت. اتفضلي يا ماما. قولي لي بقى ايه علاقه الكرسي بالموضوع؟ علشان احنا قاعدين على اعصابنا وبرد قوي، وبنتكتك يا حبيبتي للي شبهك قوي قوي. لا احنا متعصبين ولا احنا خايفين ولا احنا مش بننام ولا مش بناكل، ده احنا لسه بنضحك وبنهزر وبناكل وبنشرب ومستعدين لاي حاجه. لكن انتوا بقى اللي هتفضلوا كده واقفين كده على نار. واحنا مش خايفين ومعانا فلوس وعزوه وسلطه. فلوس؟ فلوس ايه يا معدوله؟ هي الفلوس عمرها عملت بني ادمين؟ طب شوفي بنتي مين وانا مين. شوفي اجدادي ما شاء الله عليهم معمرين بقالهم 7000 سنه، وجدي الكبير خوفو الله يرحمه. انت بقى اجدادك مين يا حبيبتي؟ قولي لي بقى عزوتك مين، اصلك مين؟ اوعي تقولي لي الناس اللي هم ايه عاملين حبايبك وبيساعدوكي دلوقتي الجد هيسيبوكي ويرموكي في النار. ده كلام كلام يا خايبة، دول هما كده طول عمرهم بيحبوا يولعوا الناس في بعض، ويحبوا كده يشوفوا الناس بتولع قدامهم، ولو لهم طار عند حد يشبطوا ده مع ده عشان يتفرجوا ويضحكوا. لكن احنا معاش ولا كان اللي يتفرج ويضحك علينا، ده احنا اللي هنقعد كده قعدتي واحط رجل على رجل انا وكل عيالي، كل عيالي واجدادي وحبايبي، هنحط رجل على رجل ونتفرج عليكم ونضحك. ده انا عيالي ما شاء الله عليهم هيبة طول بعرض ما شاء الله يسدوا عين الشمس، دول بيفطروا تعابين يا حبيبتي. انت بتفطروا تعابين؟ بقولك ايه صحيح، وبنسبة التعابين هو انتوا ما بتحبوش الجمبري ليه؟ ايه جمبري؟ لا لا لا، الاكلة دي عندنا يستحيل ناكلها. طب ليه يعني؟ ايه السر اللي ورا كده يعني؟ علشان صحي وبيلعب وانتوا دايما بتحبوا الميت؟ احنا بقى بنمسك الحاجة وهي صحية ونروح واكلينها، ما بنخافش ابدا ولا بنقرف ولا اي حاجه، يعني ارمينا في اي مكان كده تلاقينا بنعمر المكان. لكن انتوا بتهدوا. اله تتهدوا يا بوعده، اله تجيلكوا كده من عند ربنا كده، اله اشوفكوا كده مولعين وموحوحين وما تلاقوا ميه تطفيكوا. هو انت زعلانه مني كده ليه؟ هو انا عملت لك حاجه اصلا؟ وبعدين الطوبه اللي اتحدفت عليكي دي اول واحده كانت بالغلط، ما كانش قصدي والله، اما تاني واحده دي انا ماليش اي علاقه بيها. شوفي مين بقى. وبعدين كل ده عشان بقول لك خدي صاحبتي تقعد عندك في شقتك كام يوم؟ زعلانه يعني؟ صاحبتك دي يا حبيبتي ليها بيت هتقعد فيه غصب عن اي حد، انت عايزه تمشيها عشان تاخدي بيتها؟ حرام عليكي، كفايه اللي انت بتعمليه، كفايه سيبيها في حالها بقى. وبعدين هي اصلا مش عايزه تيجي، هي بتحب بيتها ويستحيل تطلع من بيتها حتى لو عملتي ايه. لا هتطلع بالذوق بالعافيه، هتطلع عشان ننظف البيت. يا اختي نظفوا نفسكم الاول، ده انت ريحتكم طلعت. بصي بقى صاحبتك وجارتك دي تبقى بالنسبه لي ايه بقى؟ دي روحي بقى، دي عينيا من جوه، ولو طلبت ايه يستحيل اتاخر عنها، بس يستحيل اساعدها على حاجه غلط هتعملها انها تسيب بيتها وتفرط فيه، وهي اصلا عارفه الكلام ده ويستحيل تسيب بيتها، فانا مش هساعدها يا حبيبتي ولا اخدها غصب عنها في حاجه غلط. انت فاهمه يا ماما؟
افهمي الكلام ده كويس وريحي نفسك، وبطلي بقى مؤامرات وبطلي خطط، لان كل حاجه احنا عارفينها وكشفينها. بصي بقى، تبعتي حد يتكلم علينا، حد يشتم علينا، حد يحدف علينا حاجه، احنا مصحصحين وفاهمين، واحنا مش اغبياء يا ماما. مين ده؟ انا ما بعتش حد يتكلم عليكي ولا يشتم عليكي ولا يحدف عليكي حاجه، انا ماليش دعوه، انا بريئه. بريئه؟ يا عيني عليكي يا بريئه، طول عمرك وانتي بريئه. احنا اللي وحشين، احنا اللي بصي استغفر الله العظيم مننا، ده احنا ناس ما نتعاشرش. وجارتك دي، لا لا لا، دي جارتك دي وحشه، هي اللي هي اللي بتحدف عليكي حاجات، صح؟ هي اللي بتموت لك الفراخ بتوعك، الفراخ بتوعك الصغنانين يا عيني، اللي لسه بصي ما فتحوش عينيهم، لسه ما شافوش حاجه ولا عملوا حاجه، موتتهم لك، اخص عليها. كفايه يا حبيبتي، كفايه بقى ظلم وافتراء بقى، كفايه. ربنا موجود، ربنا موجود وهيرد عليكي قريب قوي، هيرد عليكي وهينتقم منك انت وكل اللي مساعدينك، كل الناس اللي بتشتم، كل الناس اللي مساعداكي ومقوياكي، وكمان كل الناس اللي تديها فلوس عشان تطلع تشتم فيا، واللي بتطلع تقول عليا حاجات مش كويسه وحاجات غلط واشاعات ملهاش اي لازمه، وهم بيقبضوا بس، دول ما عندهمش لازمه ولا دين برضو. وجارتك، جارتك اللي زعلانه مني وفاكره ان انا مش عايزه اخدها بيتي، والله ابدا اقسم بالله. بصي وحياه عيالي واحد واحد، ده انا بص احطك فوق دماغي كده، احطك في عينيا من جوه والله العظيم. بس بيتك، اوعي تفرطي في بيتك يا حبيبتي، وانت عارفه وانا عارفه، انا عارفه ان انت عارفه الكلام ده، بس انت برضو فاهمك يعني وصلك الموضوع غلط، افهمي والله انا على عينيا اللي بقوله لك ده. عيالك بيطلعوا يشتموا فيا ويقولوا عليا كلام مش كويس، وبيغلطوا فيا وفي تاريخ اجدادي وفي كل حاجه، والله ابدا انت فاهمه غلط، انت فاهمه غلط يا حبيبتي، انت وعيالك فهميهم وعقليهم ان البيت ما ينفعش نستغنى عنه ابدا، وانا من ناحيتي بصي عيني عشانك والله، بس بالهدوء واحده واحده، وهيجي يوم وهاجي معاكي واساعدك كده ان شاء الله عشان تنضفي البيت. وانت يا حربوقه هيجي يوم ونقضي عليكي. انت يا اختي واقفه كده ليه؟ وحاطه لي اختي ايدك في وسطك كده ان شاء الله بتخوفيني؟ ما قلت لك ما بخافش لا انا ولا عيالي. فهمت يا ماما؟ يا رب الرساله بقى تكون وصلت. انت بتعملي ايه عندك؟ تعالى يا حموكس اتفرج معايا، دي الدنيا ولعه على بيومي فؤاد ومحمد سلام. ماله يعني بيومي فؤاد؟ ايه ده؟ هو انت ما تعرفش؟ دي الناس كلها مالها سيره غير بيومي فؤاد ومحمد سلام، ده بقوا ترند. والله انا سمعت طرطيش كلام كده. استنى بقى وانا احكي لك الموضوع كله، اصلا انت متابعه من الاول. بص يا سيدي، الفنان محمد سلام طلع في فيديو وقال ان هو المفروض كان هيقدم مسرحيه في موسم الرياض، وبعدين هو اعتذر لانه مش هيقدر يروح يضحك ناس وهو قلبه موجوع على اخواتنا وحبايبنا اللي في فلسطين. هو حر الراجل، مش قادر، هو ما قالش حاجه غلط، لا طلع شتم ولا طلع هاجم حد ولا طلع قال حاجه وحشه على حد ولا الام اي حد، هو اتكلم عن نفس الراجل. ايوه طيب، ايه المشكله؟ المشكلة بقى يا اخويا ان هو من ساعة ما قال الكلمتين دول والدنيا والعة وهيجة عليه، وكل شوية يطلع لنا حد يقعد يقول كلمتين، اللي يقول كومبارس بقى واللي يقول مش عارفة، هو بيعمل كده عشان ياخد الترند والناس ايه نازلة فيه كده اهو. قوم ايه بقى، ربنا يا اخويا كشف الحقيقة، اصل هم قالوا ايه، ان احنا اللي طاردينه وان احنا اللي ماشيينه، مش هو اللي ساب المسرحية. لكن بعدين بيوم فؤاد قال بقى ايه، قال ان محمد انور جه انقذ الموقف في اخر لحظة، يعني معنى كده ان محمد سلام صادق، وان هو فعلا كان متضامن معاهم، وان هو كان زعلان فعلا مش قادر يروح يضحك. يسكت بقى بيومي فؤاد؟ لا. قوم ايه بقى يقول ايه بقى بيومي فؤاد؟ قال بقى ايه، من حقك ان انت تعتذر، بس مش من حقك تغلط في فنك، وهو الراجل يا عيني لا غلط في حد ولا في فنه ولا جاب سيره حد خالص، بس ظهر كده اللي على راسه بطحه. هو بقى بيعمل كده ليه؟ عشان يبرر موقفه هو والزملاء التانيين اللي راحوا، لان محمد سلام اعتذر والناس كلها فخوره بيه وحطاه فوق دماغها، لكن هم بقى عارفين اللي هيحصل لهم بعد كده، فقال يقول كلمتين يلحق نفسه، بس هو الموقوف دمر نفسه اكتر. وقال ايه بقى يا اخويا؟ ان احنا مش جايين نضحك، احنا جايين نقدم فن ورساله. وصلت يا اخويا الرساله؟ يا ريتك كنت سكت، ما كانش حصل اللي حصل. الواحد لو يحط لسانه جوه بقه كان يبقى احسن، بيقولك لسانك حصانك انسان تصانك. وبعدين الناس يا اخويا بتقول ان هم كانوا اصحاب، يعني كده برضو خان الصداقه والعيش والملح. وبيقولوا كمان ان محمد انور كان نشر فيديو بيعيط على فلسطين واللي بيحصل فيها، لكن اول ما جاله عرض المسرحيه مسح الفيديو وطلع يجري ولا كان في حاجه. بيقولوا ان هو استغل الموقف، طبعا دي فلوس كتير، دي دولارات يابا.
وناس بقى كتيرة بقى عمالة تهاجم بيوم وفؤاد ده، ولا اسمه ايه بالظبط؟ انا كنت بحبه الراجل ده، اقسم بالله كنت بحبه، بس بعد البقين دول وبعد اللي عمله يا ريته كان راح وبسل وجه ورجع، ولا كنا هنحس بيه ولا كنا هنحس بحاجة. ايه يعني كل واحد حر، وبعدين ده شغله عادي راح يشتغل مفيش مشكلة، والتاني مش قادر عادي هو حر، لكن ان انت تروح تلبغ بقى وتقول كلمتين مالهمش لازمة، لا يبقى انت بقى ايه تستاهل اللي يجرالك. الناس بقى حط عليه وحطته من ضمن الليستة اللي عليها اكس. وفي ناس يا اخويا بيقولوا ان محمد مكي ده راجل وجدع وابن بلد وصاحب صاحبه، وقف جنب صاحبه مرضيش يتخلى عنه، وخسر فلوس كتيره زي اللي خسرها محمد سلام، بس المهم ما باعش صاحبه. شفت الفرق ما بين ده وده؟ وبيقولوا ان في مذيعين بتطبل بقى لمين للجنب التاني، وهيجين على محمد سلام ماما، هما بيقبضوا فلوس قد كده لازم يطبلوا كويس قوي. ومش غيظ غير اللي بيقول عليه ان هو كومبارس. كومبارس مين يا اخويا؟ ما تشوف نفسك انت الاول، ده بطل وراجل وجدع. وبص احنا يعني لو هيعمل اي حاجة هنروح نتفرج عليها ان شاء الله تكون بايخة حتى. وانت ايه رأيك يا حموكشة في الموضوع ده؟ انت مع مين فيهم؟ قومي قولي اعملي قهوة يا ولية باللك اللي انت عملت له كده، انت مش فاضي غير الحاجات دي، احنا مالنا احنا يا ستي؟ الله، مش لازم نبقى متابعين الدنيا واللي بيحصل فيها؟ يعني خلاص يعني خلصت مشاكلنا ما قدامناش غير الكلام ده اهو، ما اللي عايز يروح يروح واللي مش عايز ما يروحش، احنا مالنا يا ستي بالكلام ده؟ ما هو ده اللي انا بقوله، بقول ان الراجل حر، هو مش عايز يروح، مش قادر يضحك الناس، وهو قلب موجوع على حقوقنا في فلسطين، والتاني كان راح وسكت. لازمته ايه بقى اللوكلوك الكتير؟ طب بطلي بقى انت لوكلوك كتير وروحي اعملي لي القهوه، انا مش ناقص وجع دماغ، خلاص انا ما قداميش غير الحاجات دي، انا مالي يا ستي؟ انا ورايا كذا حاجه في دماغي، وفي عيال عايزين نربيها وشغل ودنيا، كمان هقعد اشغل دماغي انا باللي راح واللي جه واللي عمل؟ استفكك بقى. الله يا حموكشه، تبقى عايش كده مش عارف حاجه عن الدنيا؟ مش لازم يبقى عندك وعي؟ وعي ما شاء الله، لا اللغه عندك تمام يا اخويا. غلطت في كلمه، هي حكايه، بس انا برضو عايزه اعرف رايك، انت مع مين فيهم؟ بصي انا عارف ان انت مش هتسيبيني غير لما تعرفي رايي. انا مش عارف يعني، انا تهيألي ان محمد سلام عنده حق ان هو حر ان هو ما يروحش يعني، وبعدين ما غلطش في حد. انا الكلام اللي انا سمعته ان هو ما غلطش في حد، وتهيألي كده ان انا لمحت الفيديو ما فيهوش اي حاجه تلوم حد وتخلي الناس كلها تتقلب عليه، يعني مش الناس اللي احنا الجماهير، لا الناس التانيين بقى المذيعين والممثلين، في ناس كتير قلبت عليه مش عارف ليه، بعدين هو حر يعني. انا شايف برضو ان بيومي فؤاد هو حر برضو ان هو يروح يمثل في المسرحيه ولا ما يمثلش، هو حر. او محمد انور برضو حر ان هو يقبل او ما يقبلش، بس برضو ما كانش لازم يتكلموا ويجيبوا سيره حاجه عن حد او زميلهم او صاحبهم او اي ان كان هم معتبرينه ايه بالظبط، بس ما كانش في داعي للكلمتين دول، كانوا راحوا مثلوا ورجعوا بلدهم ولا كان في حاجه حصلت، مش يعملوا كده، ما هي برضو دي بلدك وده ابن بلدك وكلنا يعني مع بعض يعني، مفيش داعي للكلام ده. صح، كل الناس قالت كده. طيب ما قلتليش هو انت هتحطه في الليسته بتاعت اكس ولا ايه؟ اكس ايه وزفتيه على دماغك؟ يلا قولي اعملي القهوه مش ناقصك. ماشي، على عهدي على ديني على ارض تلاقيني، ده انا دمي فلسطيني فلسطيني. شاطر شاطر يا يوسف، الاغنيه دي حلوه، احفظها. ايوه ماما، ما انا بحفظها اهو علشان انا هقولها في المدرسه. برافو يا حبيبي. ماما انا عايز فلوس عشان اروح اشتري حاجات. ماشي حبيبي اللي انت عايزه، بس انت عارف الحاجات المحرمات؟ ايوه يا ماما طبعا انا عارف كل الحاجات المحرمات، القائمه الاكس انا عارفها واحده واحده واسم اسم، متخافيش. برافو، احنا لازم نبقى قد التحدي. ماما انا كنت عايزه اتبرع لفلسطين عشان صحابي هناك في فلسطين. وماله يا حبيبي، اتبرع باللي انت عايزه، ومش بس عشان اصحابك هناك، كلهم اصحابنا واخواتنا وحبايبنا. تفتكري يا ماما هشوف اصحابي تاني؟ ان شاء الله يا ابني، ربك كريم يا ابني، قادر على كل شيء، قادر ينصرهم وينجيهم وترجع تاني تشوف اصحابك. انا مش عارف هما سافروا ليه، انا قلت لهم بلاش يسافروا. ازاي يا ابني ما يسافروش؟ دي ارضهم وبلدهم، لازم يبقوا موجودين فيها. بس انا يا ماما خايفه عليهم قوي. ما تخافش يا حبيبي، ربنا موجود ويحميهم ان شاء الله. يا رب يا رب يا ماما، عشان كده انا عايزه اتبرع لهم، يمكن يكونوا هناك محتاجين حاجه، فلما اتبرع لهم هتوصل لهم صح؟ ايوه طبعا كل حاجه هتوصل لهم باذن الله. شوف انت عايز تتبرع بكام، وانا وانت نروح كده نتبرع ان شاء الله. ماشي يا ماما، وعايز اتبرع بدمي كمان ينفع؟ لا يا حبيبي انت لسه صغير، انا وابوك اللي هنروح نتبرع بالدم. ماشي يا ماما، مع اني انا عندي دم كتير، لما بتعور بينزل دم كتير، يعني انا عندي دم كتير ممكن ياخدوا شويه عادي يعني. لا يا حبيبي، خلي دمك في جسمك لحد ما تكبر وتبرع براحتك. يلا يا حبيبي روح خد فلوس من الدرج هناك، وروح جيب اللي انت عايزه وتعالى، يلا ما تتاخرش. اوعى تنسى الاكس، ما تخافيش. تبرع ايه اللي انت عايزه نتبرع بيه؟ نتبرع لاخواتنا في فلسطين. في ايه يا حموكشه؟ يا ست فلسطين على عيني وعلى راسي، بس انت هم مش عاجبهم اصلا، والمساعدات اللي احنا وديناها لهم مش عاجباهم، بيتريقوا عليها وبيتكلموا وبيقول لك احنا انتوا بعتين لنا اكفان، مع ان هم اللي طالبينها.
كذا واحد شفته بيتكلم على المساعدات دي، قولي قول ملهاش لازمه، قولي قول مش عارفه خربانه ومنتهيه الصلاحيه، قولي قول مليانه اكفان، قول يعني كلام كله مش عارف انا بي يعني بيحرق الدم، مع انهم هم اللي طالبين الحاجات اللي احنا بعتينها. الناس اللي كانت موصلاها كانت قاعده كذا يوم في الشارع مستنيه لحد ما يصلحوا الطريق، يعني احنا صلحنا لهم الطريق اللي هم بوظوه عشان نقدر ندخلهم المساعدات. احنا لو احنا مش بنحبهم ومش خايفين عليهم ولا حاسين بيهم، كان ايه اللي كوينا على كده؟ كان ايه اللي كون السواقين وناس كتير قوي راحت وقفت عند المعبر عشان تدخل لهم المساعدات وتطمن المساعدات دخلت لهم، وكانوا بيناموا في الشارع وكانوا يعني كانت حالتهم سوء خالص، وفي الاخر لما توصل لهم المساعدات مش عاجباهم؟ لا يا حموكشة، الناس اللي انت سمعتها دول مش هم الفلسطينيين ابدا، مش الفلسطينيين اصحابنا واخواتنا وحبايبنا، دي ناس تانية قبضة يابا ملكش دعوة بيهم. الناس دي بتقول الكلام ده عشان احنا نقول كده، ده نفس الكلام اللي انت بتقوله، فنبطل ان احنا نعمل اللي بنعمله، لكن احنا لازم نقف جنبهم بكل طريقة نقدر نعملها لحد ما ربنا يأذنها كده من عنده، والنصر واليوم الموعود يجي من عنده. يعني افتكر ان الناس اللي بتتكلم دي قصده ليه يا اخويا مصر بالذات؟ طيب ما هم يتكلموا عن الناس اللي مبهدلاهم يا اخويا، بيتكلموا علينا احنا ليه؟ ما يتكلموا على بقيه الدول الثانيه، اشمعنى مصر يعني؟ فدي دي ناس قصده عشان تدمر مصر، فاحنا مش هنسمع لهم وكاننا مش شايفينهم خالص. وعايزين يعملوا عداوه بيننا وبينهم ويخلونا احنا كمان نشيل ايدينا ونبعد عنهم عشان يستفردوا بيهم، ده بس ده بعينهم. مهما حصل برضه اخواتنا وحبايبنا هيفضلوا طول العمر. والله عندك حق فعلا. ايوه يا حموكشة، احنا ما بقى ناس صغيرين ولا احنا مش فاهمين، احنا دلوقتي فاهمين كل حاجة، لازم نعرف نميز بين اللي صح وبين الغلط، بين الكلام المعقول وبين الكلام التخريب، بين اللي قابض وبين اللي بيتكلم من قلبه بحرقة. انا والله بستغرب على الناس اللي بتتكلم علينا، مع ان احنا عندنا الاقتصاد بايظ الايام دي، بس برضو احنا بعتنا المساعدات وضحينا يعني بقوت عيالنا زي ما بنقول عشان خاطر اخواتنا هناك، بس برضو مش عاجبهم، سايبين كل البلاد وكل اللي بيحصل فيها وكل المسخره اللي بتحصل وماسكين في مصر. ومصر ام الدنيا، الاسم ده ما جاش من فراغ، مصر بتقبل ناس كتير قوي، يعني اللي احنا عملناه وقفنا جنب ناس كتيره هو ده اللي بوظ الاقتصاد بتاعنا مش احنا. يعني احنا لو ندور على مين اللي عايش في بلدنا هنلاقي مش كلنا مصريين، بس اخواتنا من كل البلاد، كل اي حد حصل عنده اي ازمه مصر بتفتح دراعاتها وتستقبله، وناسها بيستقبلوهم احسن استقبال وبيعاملوهم احسن معامله، مع ان احنا ما بنتعاملش نفس المعامله دي، بس بنقول ماشي كل واحد بيتعامل باصله. ايوه صح، مصر معروفه بمواقفها ومعروفه بناسها ومعروفه طبعا انها مذكوره في القران ادخلوها امنين، بس مين يسمع ومين يقرا؟ بكره التاريخ بقى يقول كلمته وكل واحد يعرف حدوده ويعرف مين هي مصر. يلا بينا ننام. يلا يا اخويا وسيبها على ربنا، قادر قادر من عنده يجيب النصر. ماما ايه يا حبيبتي عايزه ايه؟ انا عايزه اروح حفله مع اصحابي يا ماما. نعم يا اختي، حفله؟ حفله ايه يا بت؟ وانت ما عندكيش دم؟ ليه يا ماما؟ انا عايزه اروح حفله عادي يعني. ليكي نفسي تروحي حفلات وزفت واخواتك في فلسطين بيموتوا؟ مفيش حفلات لحد ما ربنا ينجيهم. انت عايزاني اطلع اقل وطنيه من محمد سلام؟ ده بعينك. وبعدين احنا زمان لما كان بيبقى في عزا في الشارع ما كناش بنشغل التلفزيون ولا اغاني لمده 40 يوم. ودول يا حبيبتي دول جيراننا وحبايبنا واخواتنا، لازم يبقى عندنا دم اكتر من كده. يعني تروحي تصلي كده وتدعي لهم ربنا ينصرهم؟ يا ماما هما بيتريقوا علينا بيقولوا ايوه ادعوا لنا ادعوا لنا وانتوا بتصلوا، بس ده اخركم. ما تسمعيش لكلام حد، واعملي اللي انت حاساه واللي انت مقتنعه بيه وبس، واعملي تقدري عليه. انت كطفله صغيره هتعملي ايه غير ان انت تصلي وتدعي لهم؟ هما عايزينك تروحي تحاربي مثلا؟ وانا كست هعمل ايه غير انا برضو هصلي وادعي لهم واروح اتبرع واعمل اللي عليا واربي عيالي واعلمهم ان هما يحبوا اخواتهم واصحابهم في فلسطين. والحاجات اللي هم عايزينها دي مش احنا اللي نتخذ فيها قرار خالص، في ناس كبيره هي اللي تتخذ القرار ده، اهو مش موضوع سهل يعني. واحنا مالناش في الحاجات دي، يعني ما ينفعش نفتي، ما ينفعش نقول حاجه، ما ينفعش غير ان احنا نحط لساننا ببقنا ونشوف الكبير فينا هيعمل ايه. الموضوع مش سهل، مش سهل خالص، عايز تفكير وتدبير وخطط وحاجات كتيره. بس يلا يا بنتي، في ناس فاكراها سهله كده ولعبه والدنيا كلها جايه علينا كان ما فيش حد غيرنا. يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ روحي يا حبيبتي توضي وصلي وادعي لاخواتك في فلسطين، ولو في عندك حاجه تقدري تتبرعي فيها ولا حاجه تقدري تعمليها اعمليها، لكن حفلات بقى والرفاهيه اللي ملهاش اي لزوم دي في الظروف اللي احنا فيها دي بلاش منها. حاضر يا ماما، ربنا يحفظك ويحميكي ويحميكوا يا ولادي في فلسطين. ماما ماما شفتي انا جبت ايه؟ ايه ده يا حبيبي؟ دي حاجه ساقعه، دي حاجه ساقعه ايه؟ اوعى تكون من ها؟ لا يا ماما دي حاجه ساقعه مصري. والله صحيح، دي كانت بتاع زمان قوي دي. ودي طعمها حلو يا ولا؟ ايوه يا ماما طعمها حلو. وسعرها ايه؟ يا ماما الاول كان ب7 جنيه، بس في ناس بتبيعها 15 جنيه، مش عارف ليه الناس بقت طماعه قوي.
يروحوا يفطروا؟ لا، ما احنا ممكن نستغنى عنها عادي، مش هموت يعني. اتقول الله. يا ترى اصحاب الشركه هم اللي مغلينها ولا التجار؟ المهم يعني ايا كان اتقوا ربنا برضو، عشان احنا ممكن نستغنى عنها مفيش مشكله. بس انا يا ماما سمعت واحد صاحبي بيقول ان هم الشركه منزلوا قايله ان دي ب7 جنيه بس، اي حد يقول لكم حاجه تانية ما تشتروش. اما انت عارف كده يا موكوس يا ابن الموكوس، اشتريتها ب15 جنيه ليه؟ كنت عايزه اجربها. بقولك ايه يا حبيبي، بلا تجربها ولا ما تجربهاش، الفلوس احنا مش لاقيينها في الارض، واحنا كده بنشجعهم على الجشع. الحاجه اللي تغلى اوعى تشتريها. حاضر يا ماما. انا رايحه العب بقى. استنى. في ايه يا ماما؟ هو انت مش هتديني بق عشان اجربها؟ ماشي يا ماما، اروح اجيب لك واحده. لا انا هاخد دي. وانا يا ماما عقابها ليك عشان ما تشتريش حاجه غاليه تاني. هات بقى. يو بقى الامهات دي. حلوه مش بطاله، بس لو غليت مش هشتريها برضه. اما اروح بقى اصورها واعمل فيديو وانزله على الفيسبوك عشان الناس تعرف ان انا جبتها. ما هي كل حاجه في حياتنا بنصورها، اللي ينفع واللي ما ينفعش بقى كله على المكشوف. بس في حاجات بقت بتتصور حاجات غلط قوي، بتخلي عيالنا يشوفوا حاجات ما يصحش يشوفوها، ويسمعوا كلام ما ينفعش يسمعوه. ربنا يستر علينا بقى. ده غير الاشاعات والكلام اللي بيقولوا غلط، واللي هو في حد ينزل يقول لك يوم القيامه، يوم الجمعه، يوم مش عارفه ايه، خلاص نهايه العالم، والعيال يا عيني تخاف، وفي ناس عندها القلب ولا السكر تخاف. حرام عليك، اتقي ربنا بقى. او اللي يطلع ويقول لك في عاصفه فظيعه هتحصل هتدمر البلاد، مش عارفه بلد ايه هتتشال من على الخريطه، في البحر هيطلع وهيدمر مش عارفه مين وهيشيلها مش عارفه ايه، وامواج وحاجات وعواصف وتراب. يا لهوي عليكم، ايه ده؟ اتقوا ربنا، انتوا بتعملوا كده ليه؟ هو انتوا كل ده عشان تكسبوا شويه فلوس ولا شويه مشاهدات؟ طب والناس اللي يعني نفسيتها بتتعب دي، حرام عليكم، انتوا كده بتلموا ذنوب وانتوا ماشيين في السكه. اقسم بالله انا مش هكذب عليكم، انا الاول كنت بسمع الحاجات دي اول ما دخلت في حكايه النت جديد، كان قلبي بيتقبل كده وبخاف واقعد مستنيه ان يوم القيامه هيبقى النهارده ولا العاصفه اللي هم بيقولوا عليها دي ولا اي اشاعه كانوا بيطلعوها. افضل قلبي بص يعني ممكن لو حاجه هبدت جنب مني ممكن اروح فيها، والله العظيم ما كنتش بنام. يعني في ناس بتصدق وبتخاف وبتتوتر وبتتعب، وممكن يكون في ناس لا قدر الله حصل لها حاجه وحشه بسبب الاشاعات اللي انتوا بتقولوها. هتستفيدوا ايه؟ ركزوا في اخرتكم بقى شويه، الفلوس مش كل حاجه. زمان عشان ما كانش في نت ولا فيش الحاجات دي كانت الحياه هاديه ورايقه، وكان يحصل يعني لو حصل حاجه كده بتحصل مره واحده كده من غير ما نحس بيها. ايه بس هو دلوقتي يعني برضو مش هقول ان دلوقتي وحش، دلوقتي حلو، في توعيه برضو، في ان احنا بنبقى شايفين الدنيا كلها من خلال التليفون الصغير او الشاشه او كده، بس برضو في حاجات، في ناس بتستخدم الحاجات دي غلط وبتدمر ناس وبتدمر نفسها كمان وبتدمر عيالها، وبيطلعوا عيالهم كده مش مفيش اخلاق، مفيش يعني مفيش وطنيه، مفيش ضمير. حرام عليكم برضو، يعني لازم تفكروا في كده في كده. عايزين برضو تجيبوا فلوس تمشوا في الطريق السليم الطريق العدل. بس هقول ايه، الدنيا اتغيرت والله وبقى فيها حاجات كتير قوي، بقينا دايما عايشين في قلق كده وتوتر واشاعات وبلاوي زرقاء. ربنا يعيننا وينجينا ويطلعنا من الدنيا دي على خير. ايه ولا اللي انت عاملاه في الشقه ده؟ عامله ايه؟ شلت صور اللي في الشقه كلها وحطيت صور محمد سلام. يستاهل يا اخويا يتحط في الشقه كلها ويتحط في القلب كمان. لا والله، وانا تشيلي صور يعني؟ معلش يا حموكشه، ده انا والله وصيت الراجل يعمل لك صوره ومحمد سلام جنبك عشان تبقوا انتوا الاثنين واشوفكوا كده مع بعض. كمان عامله صوره جديده وحطاني انا وهو. ماشي يا ستي. بذمتك مش مبسوط؟ على راسي يا ستي. طب يلا تعالى عشان في فيديو جوه شغال لابو عبيده. طب يلا بينا تعالى نشوف ايه الجديد.